للتعليق على قرار الحكومة الجزائرية فرض التأشيرات على حاملي جواز سفر مغربي. معنا عبر تقنية سكايب من باريس المختص في القانون العام والعلاقات الدولية الدكتور إسماعيل خلف الله. أهلا بك وشكرا لتواجدك معنا في هذه الساعة الإخبارية. بداية، هل القرار كان منتظرا في ظل التراكمات والإساءات التي يقوم وقام بها نظام المخزن على مدار الأشهر الماضية تجاه الجزائر، سواء ما تعلق بملف الهجرة أو المخدرات أو غيرها؟ بكل وضوح، مساء الخير أستاذ، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. بكل وضوح، هذا القرار كان منتظرا، وأن السلطات الجزائرية ما كان لها أن تقدم على هذا القرار لو لم تكتشف يعني السلطات الأمنية هذه الشبكات التجسس. لا نتكلم فقط على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، متمثلة في المخدرات وفي الهجرة غير الشرعية، وكل هذا الأمر اليوم استفحى يعني فاق كل هذا، وأصبحت هناك شبكات للتجسس ليس فقط من أفراد وأطراف من أصول مغربية، ولكن أطراف تحمل الجنسية المغربية، تستغل هذه الثغرة وتستغل هذا الفتح الذي لا يمكن أن يراقب تدفق هؤلاء الأفراد إلا عن طريق نظام التأشيرة، وهو الذي ذهب إليه بيان وزارة الخارجية على أن الجزائر اليوم والسلطات الجزائرية تقر وتقرر بفرض التأشيرة على كل من يحمل جواز سفر مغربي، سواء كان من أصول مغربية أو من أصول أو من جنسيات أخرى تحمل هذه الجنسية، التي واضح جدا أن أطراف عديدة اليوم أصبحت تتجنس بهذه الجنسية، والواضح بأن تصريحات المسؤولين الصهاينة عندما كانوا يتوافدون على الرباط وصرحون تصريحات عدائية ضد الجزائر، اليوم الأمر لم يعد مخفيا ولا يعد فيه يعني توضيح. اليوم كل الأمور واضحة، وأن الجزائر ربما تخلى يعني تركت الأمر هكذا، كان يعني الجزائر السلطات الجزائرية كان بإمكانها أن تقر وأن تعطي هذا القرار وتقدم ويعني تفرض هذا القرار في عندما قطعت العلاقات الجزائرية المغربية. هو ربما السؤال الذي كان يجول في مخيلتي الآن أستاذ إسماعيل خلف الله، لماذا الجزائر لم تتخذ هذا القرار تزامنا مع قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أوت عام 2021؟ هل هذا يعني الآن أن الخطوات العدائية تجاه المغرب أو التي يقوم بها المغرب تجاه الجزائر وصلت إلى ذروتها؟ أعتقد أن البيان وزارة الخارجية قد وضح وفصل وفسر، يعني لم يترك للمحللين أو للاستنباط أو محاولة استقراء أو كذا أو قراءة أو تحليل. القضية واضحة، يعني البيان أعطى مهد وتكلم على هذه القضية على أنه راعى هذا الرباط الذي يربط الشعب الجزائري بالشعب المغربي، ورباط يعني الجوار والأخوة وكل هذا، يعني كان له تأثير، كان يعني في الحسبان هذه القضية كانت محسوبة، يعني كان بالإمكان أن الجزائر السلطات الجزائرية تفرض التأشيرة عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ولكن هي تحاشت وتفادت كما ذكر البيان في البداية على أن هذا الأمر لم تذهب إليه الجزائر، ذهبت إليه اليوم تقريبا رانا في الحدود أكثر من أربع سنوات هكذا، على حدود 4 سنوات، والآن يتم فرض هذا القرار وفرض التأشيرة. لماذا؟ لأن هناك حقيقة هناك نقاط سوداء تم تسجيلها في هذا الباب في الجانب الأمني، على اكتشاف شبكات للتجسس، شبكات يعني تهدد الأمن الجزائري، والعينة اتضحت، العينة اليوم واضحة في أن على في مجلس قضاء تلمسان، عندما يعني القضاء الجزائري اكتشف
شبكه تعمل في هذا الجانب في العمل الاستخباراتي، واي استخبارات؟ يعني نتكلم اليوم على الاستخبارات الصهيونيه التي اليوم هي تقتل اخواننا في غزه وعلى الاراضي الفلسطينيه، اليوم تتفنن في عمليات الاجرام وعمليات القتل والتدمير، وايضا هذا التدمير وهذا التفنن انتقل إلى الأراضي اللبنانية، انتهاكات واضحة على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين أيضا في جنوب لبنان. إذن هذه كلها أسباب جعلت، والواضح بأن حتى النظام المغربي عندما ذهب إلى إبرام اتفاقيات أمنية عميقة مع الاحتلال الصهيوني، هذا يعني أكبر دافع وأكبر والسبب، يعني حتى وإن لم تكن أسباب، يا رب هذا السبب الوحيد الذي يجعل السلطات الجزائرية أنها تفرض نظام التأشيرة لما له من نظام رقابة، لأن لا يمكن أن ترك الأمر هكذا مفتوحا لتدفق هؤلاء هذه الشبكات، شبكات الإجرام وشبكات إسماعيل. دكتور إسماعيل خلف الله، بيان الخارجية أشار إلى أنه النظام المخزن هو من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات الجزائرية المغربية اليوم، واليوم نظام المخزن يعني في ظل هذه وفي ظل الممارسات العدائية التي يقوم بها ضد الجزائر، ربما يزيد ويضيق الخناق على الشعب المغربي الذي يحاول في كل مرة الهروب إلى الضفة المقابلة. شريحة واسعة كانت منهم يعني تلجأ إلى الجزائر سواء للعمل أو العيش، يعني الآن نظام المخزن فعلا يضيق الخناق على الشعب المغربي. هذا الجانب الإنساني الذي كانت تنظر إليه السلطات الجزائرية، الجانب الإنساني الذي السلطات الجزائرية كانت تعلم علم اليقين بأن هناك عدد كبير من المغاربة في الجزائر يشتغلون في مجال البناء، في مجال النقش على الجبس، على في الورشات، كانت هناك، وهذا وفي جوانب تجارية أخرى. ربما هذا العامل الإنساني الذي كانت تنظر إليه السلطات الجزائرية، لكن هذه الشبكات وهذا هو جوهر المسألة، لأن الشبكات التجسس كيف تتشكل؟ تتشكل من خلال هؤلاء الأفراد الذين ينتقلون إلى الورشات من خلال على أساس أنهم يشتغلون في عملية البناء وفي كل هذا، ولكن في الواقع هم الضباط عذرا على المقاطعة دكتور إسماعيل خلف الله، لكن في الغالب يتم استغلال الشعب، يعني الشعب المغربي في هكذا حالات، يعني ليست بالضرورة أن تكون جماعات منظمة، هناك كذلك يعني استغلال من قبل نظام المخزن لهذه الطبقة الضعيفة من الشعب. يا أستاذ أنا أقول لك اللي هم السلطات الجزائرية لو لم تكتشف ضباط في المخابرات لما كانت تقدم على هذه القضية، كانت الجزائر تعلم، وحقيقة هؤلاء الأفراد هؤلاء الذين يستغلون في عمليات هكذا، أنا لا أعتقد بأن الأمر كان يدعو لهذا لمثل هذا القرار، ولكن الشبكات هذه اليوم تحمل جنسيات صهيونية و حتى أفراد يعني تشتغل لصالح المخابرات وتعمل عمل تجسسي، وش بالتجسس؟ عمليات تخريب وعمليات تهديد للأمن. معنى ذلك أن القضية اليوم أصبح يعني وصل الأمر خلاص، يعني ولهذا أنا نقول بأن المسألة أصبحت تحمل خطورة كبيرة على الأمن الجزائري، وبالتالي فلا يمكن تبقى السلطات الجزائرية يعني هكذا، يجب ولهذا احنا نقول يعني الجزائر اليوم السلطات الجزائرية لم تغلق خلاص، يعني هي فرضت نظام التأشيرة، ونظام التأشيرة معبول به دوليا، نظام التأشيرة هو نظام أمني بامتياز، لأن هذا الطالب التأشيرة عندما يقدم طلبه للتأشيرة سيخضع
لإجراءات أمنية وبحث وتحري على أن هذا الطاقم خلفياته أين ما هو ما لماذا يريد أن يدخل الجزائر، كما هو أين يذهب، أين يكون، أين يقيم. هذه كلها يعني تكون هذا هو لب المراقبة. لا يمكن مراقبة هؤلاء الأفراد إن لم يتم فرض نظام التأشيرة. ولهذا قلت دكتور إسماعيل خلف الله سريعا، يعني ماذا بعد هذا القرار وأي خطوات يمكن أن تتخذها الجزائر مستقبلا برأيك سريعا إذا ممكن؟ أنا في اعتقادي أن القضية اليوم لا ما زالت هناك حدودنا الجنوبية مع مالي. مالي أيضا ما زالت تستغل، والواضح بأن عمليات تجسس واضحة. فأعتقد أن الأمر سيتطور ونذهب، ربما تذهب السلطات الجزائرية إلى فرض تأشيرة أيضا حتى على الجنسية أو الحاملين لجواز سفر من الجنسية المالية. لماذا؟ لأن هناك شبكات تجسس أيضا استغلت هذا الحزام، وهي تعمل وتجند حتى شبكات لزعزعة الأمن الجزائري. نعم. سنكون في متابعة هذا الملف. الدكتور إسماعيل خلف الله المختص في القانون العام والعلاقات الدولية كنت معنا من باريس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا.